للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المهندس حسين مكي القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة. أهلا بك مهندس حسين في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. بداية نتحدث عن حرص مملكة البحرين على تبني العديد من المبادرات لاستزراع نبات القرم. مساكم الله بألف خير في البداية، رحب فيكم ورحب بالأخوة المشاهدين. طبعا مملكة البحرين كانت حريصة ومنذ البدء على إيلاء موضوع مكافحة تغير المناخ والحرص على البيئة وكذلك تنويع التنوع الحيوي والسمكي في مملكة البحرين أولوية خاصة من خلال مجموعة من المبادرات، إحداها هي مضاعفة أشجار القمح بمعدل 4 أضعاف العدد الحالي الموجود المقدر ب 400 ألف، مما يعني اننا سنصل ان شاء الله الى 1.6 شجره بحلول العام 2035. طبعا كما اسلفتم طبعا نبات القرم يتميز دون غيره من النباتات البريه وكذلك البحريه في مجموعه من الخصائص، اضافه لما ذكرتم اللي هو ايضا يمتص اللي هو 4 إلى 5 أضعاف ثاني الكربون من الغلاف الجوي، وايضا لديه قدره كبيره على تخزين هذه الغازات في جذوره، مما يعني ايضا انه امتصاصها ويسوي لها سكستريشن تخزين في الجذور، إضافة إلى قدرته العالية على تكسير الأمواج ويعتبر كمصدر طبيعي لأي تسونامي لا سمح الله تمر في أي دولة في العالم، إضافة للتنوع وإثراء التنوع الحيوي والسمكي من أسماك وقشريات، ولعل أهم الميزات أيضا تصفية المياه وكأنما يكون هو مصنع طبيعي لتصفية المياه وإخراجها بصورة طبيعية وصافية. هذا للحصول على هذا المردود كانت هناك توجهات حكومية متقدمة حقيقة بمضاعف هذا العدد مثل ما سبق وذكرنا إلى 4 أضعاف، وذلك بناء على توجيهات سيدي سمو صاحب ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، فكان يتطلب منا إنشاء مجموعة من المشاريع الحديثة والمتميزة حقيقة، وبناء عليه لدينا الآن حاليا مشتل يسع إلى حوالي نصف مليون رصيصة أي ما معدل مليون شتلة بمعدل بذرتين في كل كيس، عندنا مشتل هذا في توبلي، عندنا مشتل اخر موجود في راس حيان بسعه 110 ألاف، بالاضافه الى مشتل اخر في سند ايضا بسعه 40 ألف شتله. هناك مجموعه من المشاكل اللي موجوده اليوم في مملكه البحرين، والحقيقه تميزت قدرتها الانتاجيه وانتاجها لهذا النوع من النباتات الفريده والمتنوعه. نعم المهندس حسين مكي القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.